أهلا بكم أحبتي المشاهدين بحلقتنا الجديدة من برنامج نينوى معالم وتاريخ. من هذه المعالم المهمة في نينوى اخترنا بلدة بحشيقة وبحزان. بحشيقة وبحزاني هي واحدة من أقدم البلدات التي تعود بتاريخها إلى العصور الآشورية القديمة. يعود أقدم ذكر لها وأقدم مستوطنات لها إلى الألف الخامس قبل الميلاد، وقد أقيمت على أجزاء منها بعض البلدات الآشورية مثل تبا كورة، موقع تبا كورة، وأيضا موقع تلبلة، وأيضا العاصمة الآشورية الرابعة اللي هي خورسبا. بحزاني وبحشيقة تسكنها الأغلبية الإيزيدية، لكن أهم صناعات وزراعة في هذه المنطقة أكيد نتناولها من خلال هذه الحلقة، وأيضا نلتقي بأحد الشخصيات في هذه المدينة الطيبة جدا ونتحدث عن تاريخها وأيضا نتحدث عن العادات والتقاليد. تابعونا. تعد بلدة بحشيقة واحدة من أقدم بلدات محافظة نينوى الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الموصل على بعد 12 كيلومتر من الموصل. جاءت تسميتها من اللغة التركية وتعني الموصل القديمة أو الموصل العتيقة، ظنا منهم أن الموصل كانت فيها ثم خرجت فتحول الناس إلى موقع الموصل الحالي. تتبع ناحية بحشيقة 46 قرية، منها خورسيبات والنوران والدراويش وبازوايا وغيرها من القرى المهمة التي يشتهر أبناؤها بممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعية منها. وكان موقعها على طريق القوافل التجاري المؤدي إلى سنجار ونسبين، ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمدينة الموصل. وقد احتوت البلدة على كثير من المعالم التاريخية والأثرية، إذ تنتشر فيها كثير من التلال الأثرية التي تعود بتاريخها إلى العصر الآشوري، ولا سيما تلبلة ومدينة شبايا نبايا وتبا كورة وغيرها من البلدات، كما كانت العاصمة الآشورية الرابعة لخورسيبات تقع ضمن حدودها الإدارية لناحية بحشيقة، ويرجع تاريخ إنشاؤها إلى سنة 716 قبل الميلاد، ويمر بالقرب منها نهر الخوصر الذي يغذي كثير من أراضيها الزراعية بالماء الوفير. فما هي أبرز معالم هذه المدينة وما هي الأنشطة التي اختزلتها ذاكرة أهلها، وكيف حافظ أبناؤها على هذه المعالم طيلة عقود من الزمن؟
عدنا وإياكم أعزائنا المشاهدين لتوضيح أكثر عن بلدة بعشيقة، هذه بلدة الجميلة، بلدة الجمال، بلدة البهاء. بلدة بعشيقة الآن نحن في وادي عريق وقديم يسمى وادي السنجق. نستضيف اليوم أحد أبناء بعشيقة وهو متخصص في تاريخ بعشيقة، وقدم أول دراسة أكاديمية عن تاريخ بلدة بعشيقة، والأستاذ أسامة وسام برو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور، يا مرحبا. يا الله يخليك دكتور، نورتنا في مدينة بعشيقة. الله يحفظك ويبارك فيك أستاذ أسامة. أنت يعني عندك تجربة كتابية أكاديمية عن تاريخ هذه البلدة العريقة، وأكيد أنت يعني من خلال اطلاعك على المصادر والمعلومات والمقابلات وحتى الزيارات الميدانية لهذه البلدة، باعتبارك أنه أنت أحد أبناء هذه البلدة، فأكيد يعني اتحدثنا وأنت أعرف من غيرك بهذا المجال. المشاهد حقيقة يحب أنه يعرف ما هي يعني أهمية هذه البلدة، أين تقع هذه البلدة، سبب تسمية، من أين جاءت هذه التسمية. يا ريت يعني تنورنا بهالاتجاه. تفضل دكتور. في البدء أنه من المعلوم أن مدينة بعشيقة يعود تاريخ نشأتها إلى العهد الآشوري، إذ كانت واحدة من أهم المدن الزراعية في المنطقة، ويتبين من المكتشفات الأثرية إنها كانت تلعب بدور اقتصادي مهم في مدينة الموصل، وإن موقعها الجغرافي لعب دور كبير حيث تقع شمال شرق الموصل، وأيضا إنه بعشيقة هي حلقة وصل ما بين ثلاث مراكز، نينوى وأربيل ودهوك. أيضا يمكن أستاذ أسامة، موقع يعني بلدة بعشيقة أيضا يحدها مجموعة من الأقضية المهمة. نعم دكتور. ما هي هذه؟ يحيدها قضاء تلكيف من الغرب. من الغرب. نعم. وقضاء الشيخان من الشمال. من الشمال. وقضاء الموصل من الجنوب. وقضاء قضاء الحمدانية. الحمدانية. إذا هي تتوسط أقضية، مجموعة من الأقضية، وأيضا تتوسط بين محافظات. نعم هي حلقة وصل. حلقة وصل ما بين ثلاثة محافظات. ربما هو هذا السبب الذي جعلها تتبوأ هذه المكانة. أكيد دكتور. أكيد الموقع الجغرافي أهمية كبيرة. إذا تكلمنا عن الموقع الجغرافي وذكرت أنه تعود بتاريخها إلى العهد الآشوري، زي ما هي أهم البلدات التي نشأت في بلدة بعشيقة وتعود بالعصر الآشوري؟ إن منبع الحضارة كان في شمال وادي الرافدين، ومن خلال المكتشفات الأثرية كانت تبين أنه هذه المواقع الأثرية، ومن خلال هذه المستوطنات السكانية ظهر لنا مستوطنة تبكورة اللي هي تعد أولى المستوطنات السكانية في بعشيقة، التي تعود تاريخها إلى 1005 وحتى منتصف 1002 قبل الميلاد. وكذلك أيضا لدينا تلال التلبلة، أي مدينة شيبانيبا الحالية، اللي تتألف هذه التلال من سبع طبقات، واتخذها الآشوريين كقصور لهم وإنشاء مدنهم. وكذلك أيضا لدينا مدينة خرسبات، أي مدينة دور شاكارين الموجودة في خرسبات التابعة لبعشيقة، وكانت مدينة خرسبات عاصمة الدولة الآشورية. وهك بنيت هذه المدينة على طراز المدينة الآشورية. وكذلك أيضا يوجد في بعشيقة الكهوف الموجودة حاليا في كهف وادي السنجق، وهنا وادي السنجق لا نقصد به مقاطعة إدارية، وادي السنجق هنا يقصد به لموضع مكان الطاووس المقدس لدى أبناء اليزيدية. إذا يعني هذه البلدة هي بلدة عريقة. نعم. بلدة دكتور. قديمة نشأت فيها أقدم المدن، أقدم الحضارات، وأقدم الحضارات ترجع أقدم هذه الحضارات إلى 1005 قبل الميلاد وحتى منتصف 1002 قبل الميلاد. 7000 سنة. أكيد أكيد. نعم دكتور. أشهرها موقع تبكورة. تبكورة اللي هي تعد أولى المستوطنات السكانية في بعشيقة. نعم. وبعدين عندها تلبلة، أي مدينة شيبانيبا الحالية. عفوا تلبلة وين تقع حاليا دكتور؟ حاليا خارج نطاق بعشيقة، أي المركز بعشيقة. اي خارج مركز بعشيقة. في اي مقرية تقع حاليا؟ لان احنا نعرف تبكورة بالفاضلية. تبكورة بالفاضلية. نعم بالضبط. وشيبانيبا ايضا في داخل بعشيقة. في داخل بعشيقة. ما لم تعد الى اي قرى. هي تابعة ادارية لبعشيقة. تابعة لاحد احياء بعشيقة. بالضبط. ومدينة خرسبات موجودة، قرية مشهورة. مشهورة. طبعا هي مدينة خرسبات لوحدها
قصة قصة حضارة. أكيد دكتور، اللي هي كانت عاصمة الدولة الآشورية الرابعة. رابع عاصمة آشورية. الآشورية اللي بناها سرجون الثاني. سرجون الثاني، وتعتبر من الحضارات العريقة. طيب هذه الحضارات هل أثروا على مكتشفات فيها أم أنها يعني مجرد يعني آثار؟ لا أكيد دكتور، كان هناك التنقيب من قبل الجامعات الأمريكية في 1931 36 إلى 36 في مستوطنة تبكورة، وأثروا أيضا أكيد على أكيد أثروا على لقى آثارية مهمة في هذا الاتجاه. إذا إحنا ننتقل من التاريخ القديم، استمرت هذه البلدة بعراقتها بإنتاجها بتسمياتها وإلى الوقت الحاضر. زين التسمية من وصل جد؟ وفي الحقيقة إن تسمية بحشيقة اختلفت بسبب نطق الكلمة لدى السكان المحليين تبعا لقوميتهم، واختلفت أيضا بسبب تغيرت مع مرور الزمن. ويعز الأستاذ طه باقر أن هذه السبب تعود إلى هجرة السكان من منطقة إلى أخرى، وأيضا تلاقح الثقافات ما بين السكان أدى إلى اختلاف كبير في نطق هذه الكلمة. ويمكن أن نلاحظ هذه التسمية تعود إلى تسميات مختلفة وقوميات كالآشورية، يعني يعيدوها إلى أكثر أكيد من أكيد كالآشورية والعربية والتركية والآرامية والكردية. ويلاحظ أيضا اختلاف في تسمية بحشيقة بسبب نطق هذه الكلمة بسبب من قبل السكان المحليين تبعا لقوميتهم. وأيضا اختلفت الكلمة خلال مرور الزمن. ويعز الأستاذ طه باقر أن سبب هذه الاختلاف في نطق الكلمة يعني يعود إلى أسباب اللي هي هجرة السكان ما بين منطقة ومنطقة أخرى، وكذلك أيضا تلاقح السكان من خلال ثقافات أخرى أدى إلى اختلاف هذه التسمية. وقد يذكرها ياقوت الحموي أيضا ذكر نعم المدينة كثير من الرحالة زاروا أكيد أكيد. ويذكر الأستاذ قرقيس عواد في كتابه تحقيقات بلدانية أثرية في شرق الموصل يقول الناس يسموها في وقتها الحاضر بحشيقة. ويروي كتاب لؤلؤ المنثور للقس أفرام غناطيوس يقول أول ذكر لبحشيقة بيت شاهاق، كان يوجد فيها 30 طالب في المدرسة السريانية. وهذا كان أول ذكر لبيت شاهاق أي بن قوسين من مدينة بحشيقة. أي نعم. إذا يعني نلاحظ تعددت التسميات تبعا لتعدد اللغات واللهجات ونتيجة الهجرات السكانية من منطقة إلى أخرى. إذا هي ما مجموعة سكانية سكنت، لا أكيد دكتور، تعدد سكاني. إذا قبل ما أنهي الفاصل هذا أستاذ أسامة، هل ممكن تذكر لي أهم المعالم دكتور البارزة في بحشيقة؟ نعم دكتور، يوجد معالم دينية في مدينة بحشيقة وخصوصا لدى أبناء الطائفة اليزيدية تحتوي على 26 مزار. نعم. وثلاثة كنائس لدى أبناء الديانة المسيحية، ويوجد فيها جامعان، جامع الفاروق وجامع أبو بكر، ولا أنسى أيضا لدى أبناء الديانة المسيحية دير مارمتي. دير مارمتي وأشهر أكيد مشهور في منطقة بحشيقة بالعراق. تلاحظ أيضا حتى أنه تتميز بحشيقة في كثير من الأمور، فقط يعني مثل قبل شوية ذكر جنابك أنه تتميز مدينة بحشيقة بالزيتون، لا أكيد تتميز بحشيقة في كثير من الأمور، تتميز في معالمها العمرانية، في ناسها، في قومياتها الموجودة، وبها عرب وتركمان وكرد ومسلمين وإيزيديين ومسيحية. شكرا جزيلا. شكرا دكتور أسامة. حقيقة هذه البلدة مثل ما ذكرت إنها متنوعة بسكانها، متنوعة بمواردها، وهذا التنوع اللي هو أدى إلى تميز هذه المدينة، وهذا يميز أكيد، وهذا التميز تميز هذه المدينة في هذا التنوع. بالضبط، هذا ما يميز بلدات أو بلدة بعشيقة عن بقية بلدات محافظة نينوى، أنه هذا التنوع في كل شيء حتى في مواردها الاقتصادية. أكيد دكتور، يعني لو نرجع إلى جانب نرجع إلى جانب الاقتصادي، أنه كانت مدينة بعشيقة من أشهر المدن الزراعية، وكان لها أيضا ثقل اقتصادي، خصوصا كانت تتميز في صناعة الحرفية كصناعة الجص. يعني كانت بحشيقة في فترة من الفترات من أهم ما يميزها عن الموصل هي صناعة الجص، وكذلك صناعة الحياكة والنسيج، وأيضا صناعات المحلية اللي اشتهرت فيها صناعة زيت الزيتون والراشي الطحينية وغيرها. نعم. شكرا جزيلا أستاذ شكرا دكتور، إن شاء الله. نورتونا في مدينة بحشيقة. نعود إلى حقيقة أهمية هذه البلدة، مثل ما ذكرنا أنها تتميز بهذا التنوع الجميل
بمواقعها الآثارية، بمواقعها السياحي، بلدة متميزة تعود إلى محافظة نينوى وهي أبرز معلم من معالم محافظة نينوى. فاصل ونعود لنستكمل باقي فقرات هذه الحلقة، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، بعد هذا الفاصل للحديث عن قيمة تاريخية لهذه المنطقة اللي هي بحزاني. بحزاني وبحشيقة هي توأم، من تذكر بحشيقة تذكر بحزاني، من تذكر بحزاني لازم تذكر بحشيقة، يسكنها الأغلبية الأخوان الإيزيدية. اللي أكد علاقة هوية هذه المدينة هي هاي البيوت التراثية، حقيقة بيوت قديمة جدا عبرت 200 سنة أو أكثر. الحديث عن هذه المنطقة والزراعة وأيضا أهم ما تشتهر به من صناعة، الحديث سيكون مع الأستاذ مازن يحدثنا عن هوية هذه المدينة. الأغلب يسمع في بحزاني وبحشيقة لكن يجهل جمالية هذه العوجات بداخلها، جمالية الصناعة واتقانة، طيبة أهلها، كرمهم. الأغلب يروح على البسيتين على بحشيقة أو بحزاني بعيد عن المدينة القديمة، لكن هي المدينة القديمة بها الهوية الحقيقية لتاريخ الإخوان اليزيدية في بحزاني، مثل ما ذكرت ندحق الأقواس، أيضا البيوت الأبواب الخشبية القديمة كأنما الموصل القديمة عوجاتها نسخة طبق الأصل. الحديث للأستاذ مازن. مرحبا أستاذ مازن. أهلا وسهلا أستاذ مازن. يعني بصراحة أسأل أن أصور بدون كلام وعنوان يقول لك هذا يصور بعوجات الموصل القديمة. أكيد أكيد. فتتحدث لي عن تاريخ هذه المدينة بحزاني. هسه راح أتحدث لك بعشيقة وبحزاني، المدينتان الطيبتان، المدينتان الجميلتان، المدينتان التوأمان. هسه احنا بحزاني وبعشيقة حتى بس المشاهد يعرف. هسه احنا بحزاني. بحزاني نعم. هسه احنا في بحزاني في منطقة الشيك ولاني. نعم. في بحزاني أو بحزاني هي مدينة جميلة تشتهر ببساتين زيتونها الجميلة. نعم. تقع على سفح جبل بحزاني. نعم. اللي تنبع منه عين بحزاني اللي كان الشق بحزاني من خلال قلي يسمونه قلي السنجق اللي نعم. زرناه وصورناه، وكان تدار عليه سابقا عدة أرحاء، كان يعتمدون أهل بحزاني على ماي بحزاني على ماي عين بحزاني لشربهم، لغسل ملابسهم، لاستحمامهم، لسقي حيواناتهم، لسقي بساتينهم. نعم. بحزاني مدينة جميلة، ونجي على بعشيقة نحكي على بعشيقة، أيضا بعشيقة مدينة جميلة توأم تشتهر بزيتونها، ومن هذا جاء تسميتها مدينة الزيتون. نعم. ولكن اليوم نقول بعشيقة وبحزاني ليس بس مدينة الزيتون وإنما مدينة الكفاءات، حيث أن في بحزاني وبعشيقة الآلاف من المعلمين والمدرسين، العشرات من الأطباء، العشرات من أصحاب الشهادات العليا، العشرات من الأساتذة الجامعيين، المئات من المهندسين في مختلف الاختصاصات، المحامين في مختلف قطاعات الحياة. نجي الآن إلى تاريخ بعشيقة. بعشيقة تعتبر من النواحي المهمة في محافظة نينوى بل في العراق لما لا من آثار ومناطق أثرية، فعلى أرضها المعطاء عاش الكثير من الناس، منهم العرب والأكراد والتركمان والشبك والإيزيديين والمسيحيين والإسلام وحتى اليهود وحتى لا حتى لأنك واحد بيتوني كان يهودي، كان في الأربعينات كان يهودي شخص يهودي. نعم. كان يعيش يشتغل إسكافي. نعم. فعاش على أرض هذه المدينة اللي هي وعلى أرضها يوجد أو على جبل الشامخ، جبل مقلوب،
الدير الشيخ متي، نعم. الدير الأثري في بعشيقة وبحزاني آثار قديمة ومراقد دينية وكنائس وجوامع تضم كل الفئات المجتمع اللي يعيشون على أهله بإلفة ومحبة وتعاون كأنهم إخوة في جميع يقدر عدد نفوس ناحية بعشيقة مركز الناحية وبحزاني بحدود 39 ألف نسمة موزعة على عدة وحدات سكنية وعلى عدة عوائل، يعني بحدود حوالي 17 ألف عائلة أو 18 ألف عائلة موجودة في بعشيقة وبحزاني. زين إيه تفضل أخذ أسألك أستاذ مازن أهم الصناعة اللي تنتج في هذه المنطقة تجي إلى كانت الشهر بحزاني وبعشيقة بصناعة الغزل والنشيش الحياكة غزل؟ الحياكة والنشيش كان يكون الميازر الميزري اللي كان يلبسوها اللي كان زيم كان يكون الجاجيم الطير الهقبي إضافة إلى الخوليات والمناشف والأشياء الأخرى كان يستفادون منها نعم هاي صناعات النسيجية أي النسيجية أما صناعة الراشي فدخلت المنطقة بحدود عام 1946 الطحينية وكان في بعشيقة وبعزاني إلى حدود 1997-98 ما يقارب 90 معمل لإنتاج الراشي لكنه بدأت تضمحل تدريجيا بسبب ظروف الحصار اللي كانت تعيش فيها المنطقة والعراق عام والصناعات الأخرى كان عندها صناعة الجص الجص هذا الصناعة انتركت لأن البيوت كلها جص فعلا كلها كان عندها صناعة الجص لكنه من ستينات القرن الماضي صناعة الجص انتركت بوجود السمنت وجود السمنت وصناعات المعامل الجص الموجوده في المناطق الاخرى فانترك صناعه الجص عندنا وصناعه المرمر كانوا يصنعون المرمر اذا تشوف البيوت قسم البيوت مبروزه بالمرمر نعم هذه كانت موجوده في بعشيقة وبحزاني استاذ مازن اريد اسالك صناعه الزيتون يعني انا ذكر قبل يمكن سنتين او ثلاثه في برنامج اماكن ايضا صورتوني بهاي المكان نعم. كان التقيت بشخص يصنع الزيتون بطريقه بدائيه جدا نعم. يعني لا مصنع لا شيء يكبسوا ويعصروا يعني طريقه كانت بدائيه جدا على هالصناعه الزيتون طبعا صناعه الزيتون وصناعه صابو زيت الزيتون وصناعه المخللات الزيتون الاخضر والزيتون الاسود وسميت على هذا الاساس بعشيقة وبعزاني مدينه الزيتون نعم. لكثره اشجار زيتون حيث كان فيها ما يقارب اكثر من 65 الف شجر زيتون مثمره اكثر من 65 الف شجر زيتون مثمره لكن هذه الاشجار احرقت بعد 2014 بعد هجمة داعش أثناء العمليات العسكرية والاحتلال بعد هجمة داعش أحرقت بساتين الزيتون بكاملها لم يبقى شجرة واحدة بديتوا من جديد بدينا بعد 2017 بدأ الناس وأصروا على إعادة الحياة إلى بساتين زيتونهم وفعلا إعادة الحياة إلى بساتين زيتونهم وبدوا بإنتاج زيت الزيتون وبإنتاج صابون زيت الزيتون مثل ما تفضلت وصابون زيت الزيتون الطبيعي جدا ما بأي مواد كيميائية زيت زيتون وأغلق الغار فقط هذا طبي يضاف له المواد المصنوعة منه يضاف له القلي والاشتال والملح نعم. حتى يثبت كان قبل يصنع بالطريقة البدائية اللي شفتها قبل سنتين نعم. هسه حاليا عندنا أكثر من معصرة ميكانيكية نعم. أكثر من معصرة تابعة للبلدية ومعصرة تابعة للزراعة وأكو معصرة بمنطقة فاضلية وأكو معاصر أخرى صغيرة وزعتها الدولة استثمروها أهل بعساني وبعشيقة في صناعة زيت الزيتون مجدية العملية مجدية جدا حاليا قبل بطل كان يعني كان نادر جدا زيت الزيتون نعم. أما حاليا متوفر وبكميات ويصدر إلى المناطق الأخرى حتى وصل هذا أيمتي زيت الزيتون بعد 2018 نعم. وصل زيت الزيتون مال بعشيقة وبعزاني وصل صابون زيت الزيتون بعزاني إلى خارج العراق نحن تعرف شنو بصراحة نتمنى أستاذ مازن إيه؟ أنه مثل يعني الأغلب من يطلع على سوريا يخشى زيت الزيتون بكثرة معاصر بكثرة وزراعة الزيتون اللي هي منتجة للزيت بكثرة فنحن نحتاج أيضا دعم يعني من الحكومة في أكيد. اتجاه الزراعة حتى يطورون احنا إنتاج زيت الزيتون نتمنى أن الدولة توفر لنا أشجار الزيتون العالي الزيت أكو أشجار نعم. زيتون عالي الزيت نعم لأن هسه الزيتون الحالي كمية الزيت الناتجة منه قليلة جدا يعني قد تكاد تكون 30% تقريبا نعم 30% يعني ولهذا العالم ما تتجه الى صناعه زيت الزيتون لانه مكلف وما يعني كتجاري ما يوفر الوفره الماليه لاصحاب المال
يحتاج دعم. يحتاج دعم نعم. أستاذ مازن يعني قبل أن أودعك أريد أسألك. إيه. المنطقة إيش تحتاج؟ أهم ما تحتاجه يعني إحنا نريد نستغل تواجدنا من خلال برنامجنا من خلال قناة الموصلية أيضا ننقل رسالة للمعنيين. نتمنى الحكومة إذا كانت مركزية أو محلية إيش تحتاج هاي مناطق لي بعشيقة وبحزاني. نتمنى أنت سبق وأن قلت لك أن بعشيقة مدينة الكفاءات. نعم. بعشيقة وبحزاني مدينتين الكفاءات، فنحتاج إلى فتح معهد فني في بعشيقة لاحتضان الطلاب اللي حيروحوا يداومون بالبرطلة وبالحمدانية وبالموصل، فكان يكون أنت معهد فني علما هناك أرض مخصصة لهذا الغرض. معهد فني يضم مختلف الاختصاصات. نعم. إعداديات أكو. إعداديات أكو بس تحتاج بس معهد على مستوى معهد. معهد فني، لأن ما نقدر نقول جامعة بس قول معهد فني. لا والله حتى لو تقول جامعة. يعني قصدي نحتاج إلى معهد فني. نعم. يضم مختلف الاختصاصات، هاي نقطة. احنا بعشيقة بعد التوسع العمراني تحتاج ان يصير قضاء. نعم. استاذ زياد، لانه اصبحت كثافة سكانية نفوس بعشيقة وبعزاري والقرى التابعة لها تقريبا حوالي 150 الف نسمة، يحتاج عندنا مديري الشرطة بدل من مركز الشرطة، يعني مركز الشرطة ما يلبي حاجة المواطن. صح. نحتاج انه بعشيقة تصير مديري الشرطة ويتبعها عدة مراكز شرطة. نعم. ويستحدث ناحيتين بالمنطقة تكون تابعة للقضاء اللي مقترح نقترح القضاء. أستاذ مازن نرجع على الزراعة. أريد إيه؟ أسألك بالنسبة للزراعة. إيه؟ فقط زي زيتون لأكو حنطة وشعير وباقي الخضروات يعني. هنالك عندنا تقريبا 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية لتزرع بمحصول الحنطة والشعير والعدس والباقلاء والمحاصيل الصيفية والمحاصيل الشتوية. عدس يزرعون هوني؟ ها؟ عدس نعم. إيه؟ هسه حاليا اكو حاليا يزرعون عدس ويحصدونه، بس يمكن في الفتره الاخيره بعد ما جينا من النزوح قلت زراعته. نعم. اما سبقا كان يزرع العدس ويزرع، اما حاليا الباقلاء تزرع بكميات سد الحاجه المحليه. الحمص لا قبل كان اكو؟ لا قبل ما كان ينجح قليل، يعني كان يزرعون حمص بس كان نجاحه كان قليل. نعم. هاي بشيخ مجمع مهد ينتقد منطقه مهد والشيخان. مجمع مهد. اي مجمع مهد يزرعون. نعم. الحمص. الحمص هوني ما يزرعون؟ لا هوني ما يزرعون، لان يمكن التربه اكثر شيء عندنا يزرعون الحنطه والشعير. الحنطه والشعير والباقلاء والعدس. والعدس كميات قليله جدا قليله جدا. كان يزرعون سابقا الى الستينات القرن الماضي كان يزرعون القطن والسمسم. نعم هوني. ايه كان يزرعون القطن الى ستينات القرن الماضي كان يزرعون القطن والسمسم. نعم. لكن بسبب شحه المياه وبسبب توفر المنسوجات القطنية والصوفية وغيرها. نعم. فانحسر صناعة زراعة القطن في المنطقة. حلو. كلمة أخيرة أو رسالة تريد توجهها من خلال البرنامج أستاذ مازن أش توجه؟ اللي أقوله بأن بعشيقة وبعزاني مدينتان متحابتان. نعم. مدينتان محبان للخير. نعم. على أرض بعشيقة وبعزاني تجد التماسك الاجتماعي، على أرض بعشيقة وبعزاني تجد الدعوة للسلام، على أرض بعشيقة وبحزاري تجد قبول الآخر، على أرض بعشيقة وبحزاري تجد الأمن والأمان، على أرض بعشيقة وبحزاري تجد الاستقرار التعايش تجد التعايش. شعب بعشيقة وبحزاري شعب محب للحياة. نعم. شعب بعزاري شعب يريد أن يعيش فقط وليس له أي مصلحة أخرى. نحن طبعا سعيدين جدا نحن بوجودنا بمنطقة بعزاني حقيقة، وتجولنا بهاي المناطق الحلوة اللي هي جزء من تاريخ نينوى. أكيد. ما فقط تاريخ نينوى كله، هاي المناطق الحلوة المناطق الزراعية حقيقة. يعني ذكرت لي العدس، نحن نستورد العدس. إيه نعم. وأسعار عالية، يعني نتمنى أنه يكون أكو دعم من الزراعة ومن الحكومة المركزية تدعم النشاطات الصناعية والزراعية بهذه المكان. أنا أشكرك أستاذ مازن. كلمة أخيرة وهي أبرز العادات والتقاليد الموجودة في بحزاري وبعشيقة. نعم. أبرز العادات هي احتفاليات أهل بحزاري وبعشيقة بمختلف مكوناتهم. نعم. الإسلام والمسيحيين واليزيديين. نعم. في الطوافات. نعم. الطوافات أشي هي ممارسة دينية واجتماعية في آن واحد. نعم. يتجمع الناس أمام المزار وكل عائلة ترسل أكلها الخاص اللي احنا نسميها سفخ عند المزار، ويتبادل الجميع الأكل من كل مواطن يأكل من أكل غيره.
يتبادلون نعم. ويشارك في هذه الممارسة الدينية والاجتماعية كل أبناء المنطقة وبزيها بالشعبي الفلكلوري، ويتميز أهل بعشيق وبحزاني يتميز بزيها بالخاص وبتراثهم الفلكلوري ولغتهم الخاصة. تكون متحف؟ اللي لا يوجد متحف في بحزاني. المفروض متحف؟ إيه. ما المفروض يكون عندكم متحف؟ المفروض يكون عندنا متحف، نعم. يعني مثل ذكرت لي الزي، الزي نعم، التراث، يعني الأدوات إيه؟ اللي كانوا يستخدموها. والله أتمنى يعني من 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 عندكم، ما إيه؟ من الحكومة المحلية، أن يكون عندكم متحف حتى على الأقل الزائر إلى جاء على هذه المناطق الحلوة يزور المتحف، يعرف تقاليده، يعرف الزي ماله، يعرف تاريخه وتراثه. نتمنى نتمنى من الحكومة أنه تسعى إلى فتح متحف تراثي في المنطقة. هاي عليكم مع الحكومة. نحن قلنا على الحكومة بس نقول اللي عليكم أنتم تفتحون على كل إحنا وتجمعون بعض الأمور التراثية. أنا أشكرك أستاذ مازن. إذن أحبتي المشاهدين، فاصل ونواصل عن هذه المناطق الحلوة في محافظة نينوى، تابعونا. اشتهرت بلدة بحشيقة بممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعية، كما تمتهن في الوقت الحاضر عدة مهن شعبية لا سيما صناعة الراشي والصابون وزيت الزيتون. كذلك تحتوي البلدة على كثير من المزايا، منها الموقع الجغرافي على طريق المواصلات، وكذلك الكثير من العمائر والأبنية ذات القيمة التاريخية والأثرية، منها قرية خورسيبات، فضلا عن المزارات الدينية. وقد سكنت هذه البلدة العديد من الفئات الاجتماعية المختلفة كالعرب والأكراد والأراميين، وكذلك سكنها الإزيديون والمسلمون والمسيحيون. وحظيت البلدة بزيارة العديد من الرحالة والمنقبين الأثريين. فما هو تاريخ هذه البلدة وكيف بالإمكان تطوير واقعها الاجتماعي والاقتصادي؟ أحبتي المشاهدين، عندنا وياكم بعد هذا الفاصل للحديث عن بحشيقة وبحزاني. بحشيقة وبحزاني مثل ما ذكرنا حتى في بالمقدمة تشتهر بزراعة الزيتون، ونحن بأحد الحقول حقيقة لإنتاج الزيتون، وأيضا يستغلون الزيتون لصناعة الطرشي، يستخدمون بالطرشي كزيتون، وأيضا الأهم هي صناعة الصابون، وبالإضافة إلى صناعة زيت الزيتون. ما نعم. صحيح دكتور؟ نعم. كثير صناعات حقيقة من هذه سبحان الله الشجرة المباركة اللي هي الزيتون. بالإضافة إلى ذكروا يعني أنه أكو زراعة الحنطة والشعير، لكن الاعتماد الكلي عن هذه شجرة الزيتون أو أشجار الزيتون. حديثنا مع الدكتور محمود صالح وعودة مبارك إن شاء الله، نتحدث عن تاريخ هذه المنطقة
للأمانة كاهتمام إعلامي ما عليها، باستثناء يعني قناة الموصلية صورتها في عدة برامج، برنامج أماكن وبرنامج ثاني، وأيضا هذا البرنامج معالم نينوى صورناها. يحتاج أيضا حسب اعتقادي والرأي للدكتور محمود صالح أنشطة ثقافية تخص أهالي البلدة حتى تبرز هذا نشاطهم من خلال الإعلام. دكتور، رجعنا على هاي المنطقة اللي هي بحشيقة، بالبداية نخشى الإعلام ما عليها، يعني قبل أن نتناول التاريخ والذكرى وإلى آخره، بس نشع اهتمام إعلامي ما عليه، مع العلم مدينة جميلة جدا توأمة بحشيقة وبحزاني، صحيح، وبها شباب من الشباب المثقفين، بها باحثين، بها أيضا كتاب، بها مدرسين، بها مهندسين، بها طبعا طبعا أستاذ زياد. لا تنسى أنه يعني بحشيقة مثل ما ذكرنا أنه هي يعني بلدة موغلة بالقدم وموغلة بالتاريخ، وبالتالي يعني مقومات حضارة كاملة تتمكن هذه البلدة من أن توفرها، خاصة بيئتها الزراعية المناسبة في زراعة أنواع متعددة من المحاصيل صيفا وشتاء. يعني في السابق كانت ناحية بعشيقة وهي ناحية كبيرة حقيقة تضم ما يقارب 50 قرية إذا ما أكثر، وعدد سكانها يعني هسه حاليا أعتقد تجاوز 130,000 نسمة. فإذا هي عندها إمكانيات زراعية مهمة، كانت في السابق أيضا إلى جانب زراعة الحنطة والشعير كانت أيضا تشتهر بزراعة القطن، محصول القطن، حتى يرجع بذلك إلى العصر الآشوري. أيضا إلى جانب محصول القطن عندنا محصول السمسم أيضا كان يزرع في بعشيقة بكميات مهمة، ولهذا ازدهرت في بعشيقة ما يعرف بمعامل الراشي. احنا نسميه بلهجتنا الطحيني. نعم. والطحينية هي شيء أساسي في البيت الموصلي وحتى في بيوتات أهل بعشيقة، إلى جانب محصول الحنطة والشعير والقطن والسمسم. لا ننسى زراعة شجرة الزيتون، الشجر المباركة، هذه بحد ذاتها موضوع زراعة الزيتون يحتاج لحلقة بحدة هذه، فما راح نعرج عليها كثير وما راح نفصل الحديث بها، نخليها لحلقة خاصة عن الزيتون، عن الزيتون وزيت الزيتون. حلو. يبقى عندنا منتجات كثيرة أبناء بعشيقة استغلوها، ما بس في هذا الجانب، نلاحظ أنه حتى في بعشيقة هناك مقالع للحلان والمرمر. قبل أن أروح على الصناعات، نعم. تتحدث عن الزراعة، يعني حدثوا لي أنه حتى زراعة العدس، وأنت تعرف العدس بالضبط. حقيقة سعره معدل دولار أو دولار ونص يعني بالسوق المحلية، وأيضا عندك زراعة الكروم، العنب كانت تشتهر بها، نعم. بعشيقة أنواع حتى يعني الرحالة، ياقوت الحموي يقول عندما زرت بعشيقة وجدت فيها أشجار النخيل والزيتون والنارنج. زيتون والزيتون من ذاك الوقت، يعني حمضيات الحموي يعني بالضبط في القرن الثالث عشر للميلاد، يعني ما يقارب تقريبا 700 سنة 800 سنة. دكتور محمود، عن هذا خلي نكون واقعيين، احنا خلف الكواليس مقعدنا بصراحة بصفحة يعني، أو استضافونا أحد المعامل، معامل الراشي، قال احنا ما عندنا دعم، نعم، يعني ولو شوي نطلع عن الموضوع، قال انا الكهرباء ادفع مليون، ضريبه ادفع كذا، فلان شيء ادفع كذا، دعم ما اكو، بعكس يعني حقيقه بعض الدول تدعم المنتجات مالها فعلا. يعني استاذ زياد هوني نقطه كلش مهمه، موقع بعشيقه موقع مهم واستراتيجي يربط مجموعة أقضية الموصل، يعني احنا نقف من الجنوب الموصل، من الشمال شيخان، من الغرب تل كيف، من الشرق الحمدانية، تحيط بمجموعة محافظات أربيل، دهوك، موصل، طريق الحرير، طريق مهم استراتيجي، هذا يأهلها أن تكون مكان مهم لتطور الصناعة الموصلية. ممكن نستغل بعشيقة بتوفير معاهد لتدريب أبناء بعشيقة على تطوير صناعة الراشي بكميات تجارية، ممكن نشجعهم على التصدير خارج العراق، أيضا تشجيع على اهتمام بزراعة الزيتون، الحمضيات
مهم جدا. المهن الأصيلة اللي كانت موجودة، الصابون صناعة الصابون هاي بحد ذاتها تستحق أنه ننشئ له معاهد في تعليم هذا الأمر. زراعة القطن لازم أيضا يستعيد البلدة نشاطها بهالاتجاه هذا. دكتور محمود، يعني لاحظ صراحة في سوريا المرتبة الأولى زيتون. زيتون نعم. عالميا طبعا، عالميا دمشق او انت المغرب في تونس، لا اسبانيا طبعا، اسبانيا وتونس، الدول العربية انا اتكلم، الدول العربية تونس عندنا وسوريا. سوريا عندك زيتون عفرين مشهور جدا هذا. وصابون، صابون حلب. صابون حلب عندنا احنا، صابون بعشيقة. صابون بعشيقة طبي 100% ما بينه اي مواد كيميائية، من زيت الزيتون الخالص وسعره مناسب. يحتاج دعم، يحتاج ترويج، يحتاج لهاي الناس. وحتى يعني حتى ايضا ننطي هون انطباع مهم على انه هذه المدينه او هذه البلده هي بلده صناعيه زراعيه، يا ريت انه تتشجع بها ان تقام سنويا مهرجان للمنتجات الزراعيه، مهرجان للمنتجات الصناعيه اللي تتميز بها بلده بعشيقه، حتى اشنو نستضيف بها وفود من مختلف المحافظات، نغشع العالم أهمية هذه البلدة ومنتجاتها وأهلها. للأمانة دكتور، أنا اقترحت عليهم، قلت يعني صراحة بعيدين عن الإعلام، بعيدين عن أنظار العالم كله، ليش ما تعمل لكم متحف أو نادي على الأقل يسلط الضوء عليكم من خلال قناة الموصلية، من خلال يعني بعض المهرجانات مثل ما تفضلت، حتى أيضا تبرز هذا الدور المهم بالنسبة للجانب الاقتصادي والزراعي. دكتور طبعا هو يعني أهل بحزاني وأيضا أهل بعشيقة ناشطين من الناحية الاجتماعية، حتى عند مجلس خلينا نقول مجلس عوائلهم، يعني لرعاية ومتابعة شؤون الأبناء البلدة. نعم، ولهم مساهمات بالضبط. فأنا أضم يعني صوتي إلى صوتك بأنه لا بأس أنه ينشأ متحف توضع فيه منتجات بلدة بعشيقة الصناعية والزراعية. الدكتور والله ما بس المنتجات، للأمانة أنا وأنت من دخلنا على بعزاني فتت بالعوجات، ما؟ نعم. وشعت الباب القديم الخشب، نفسه. وشعت الإيوان، نعم. وشعت التعرجات مع العوجات، نفسه. تأكد هوية المدينة الأصيلة وتاريخها. بالضبط. يحتاج متحف بهاي المناطق، وأيضا رعاية واهتمام بها لأنها تمثل واحد من أهم معالم السياحية والحضارية لمحافظة نينوى. ممكن يكون وجهة سياحية. ليش لا؟ استثمار بهالاتجاه هذا وتشجيع على إقامة وإنشاء سدود صغيرة في هذه المنطقة. يمن المعبد فوق. يمن المعبد فوق احنا خشعناها. بين الواديين اللي كان كنا قبل شوي بينه. هذا في أوقات معينة يفيض. نعم. وحتى يدمر يعني بعض البيوت المجاورة لها. يعيدون نشاطه. يعملون سد صغير ومنتجع سياحي ممكن أن يشكل وجهة سياحية مهمة لمحافظة نينوى، إلى جانب الوجهات السياحية الكثيرة اللي تتمتع بها ناحية بعشيقة. دكتور، نيابة عن أهالي بعشيقة وبحزاني، هي رسالة لأهلنا في بعشيقة وبحزاني، اللي عنده بغنية، اللي عنده شغلة تراثية، خليه يجمعوها عند شخص معين أو في المجلس اللي ذكره الدكتور. حتى الملابس القديمة الفلكلورية القديمة مع الأخوان أهل بحشيقة وبحزاني، التبسيات، أدوات الغزل، الفانوس، اللالة، المجرشة، يجمعوها على الأقل حتى الزائر من يجي يعرف هوية وتاريخ هذه المنطقة. أحسنت. والمدينة أحسنت. لذلك هي يعني مدينة متكاملة، ولا ننسى إلى جانب هذا النشاط اللي إحنا نشاهده لهذه المدينة العريقة، لا ننسى تاريخها والتلال الأثرية المنتشرة، من أقدم التلال التي يعني كشفتها التنقيبات الأثرية منذ الثلاثينيات القرن العشرين. عندنا تبكورة اللي هي بالفاضلية اللي إحنا قريبين هسه عنها، عندنا منطقة تلبلة، عندنا خرصباط، هذه العاصمة الآشورية العريقة القديمة قريبة عليها، بالإمكان استثمارها كوجهة سياحية. نعم. زرع أشجار معينة، عمل طريق آشوري بهالاتجاه هذا. نعم. بالإمكان استثماره بالشكل الأفضل. أيضا أضيف إلى أهمية بعشيقة، احنا كلتنا نتذكر حتى من كنا يعني أطفال صغار كانت تذهب سفرات مدرسية إلى واحد من أقدم الأديرة
في العراق اللي هو دير مارمتي، اللي هو أيضا يشكل جزء لا يتجزأ من تاريخ بلدة بعشيقة وبحزاني. وماكو واحد ما يطلع سفرة عليها، لازم نطلع على بعشيقة أو على دير متي. روعة المنظر هناك، حتى تشاهد الموصل من خلال الجبل. أنت تدحق تخشع الموصل من خلال أنه كنا نصعد على المصطبة، يسموها الدكي أو المصطبة الدغيج، يعني الدغيج نص ساعة تقريبا إحنا نمشي حتى نصل لي فوق هذه. وبعدين عندنا بالثمانينات فتح شارع، تم تعبيد شارع إلى الدير، ودينا إلى الدير. الدير يحتوي على مجموعة من الكهوف الجميلة والرائعة، يحتوي على كنائس مهمة في الدير. الدير يعني قديم وعريق. تريد تقول إنه حلقت لك على الدير؟ والله يستاهل الدير، يستاهل أيضا نعمل لنا حلقة عنه، لأنه شيء جميل. حتى بدير مارمتي اللي تولى رئاسة الدير قسم كبير منه من أهل الموصل، مسيحي الموصل، كان قسم كبير منهم جو وتولوا رئاسة دير مار متي. فدير مهم، بلدة بعشيقة مهمة، الفاضلية مهمة، كل جزء من جزئية ناحية بعشيقة وبحزاني هي مهمة وتستحق لها أنه نشخص لها حلقة كاملة نحكي بها عن تاريخها وتراثها ومعالمها ومنتجاتها ووجهتها الحضارية. نعم دكتور، يعني حقيقة يعني ما فقط اقتصرت على الزراعة والصناعة، أيضا عندهم تربية الدواجن في هذه المنطقة، عندهم تربية أو عفوا إنتاج البيض بهاي المنطقة، يعني مزارع كبيرة لإنتاج البيض وأيضا مزارع كبيرة لتربية الدواجن بهذه المنطقة، بالإضافة إلى ما تفضلت بينه دكتور. أكيد، لأنه إحنا مثل ما قلنا هذه البلدة أهميتها الاقتصادية ما بس تكمن في الزراعة ولا حتى في السياحة، بل عندها إمكانيات مهمة جدا ممكن استثمار بهالاتجاه من خلال مثل ما تفضلت إقامة دواجن، معامل الدواجن لتفريخ يعني البيوض وإلى آخره بهالاتجاه، حتى أسماك بالإمكان الاستثمار بهالاتجاه، الثروة الحيوانية الأخرى كلها تتيح لك فرصة مهمة لاستثمار هذا الموقع السياحي وهذا الموقع الاستراتيجي اللي يربط مجموعة من المحافظات، مجموعة من الأقضية قريبة جدا على الموصل. لا ننسى يعني أغلب أهل الموصل خصوصا محلات الطرشي دائما يسوقون من بعشيقة ومن بحزاني ومن فاضلية زيت الزيتون والطرشي والمخللات وغيرها من المواد الغذائية، وعلاقات الوشائج مترابطة ووثيقة بين أهل الموصل وأهل سكان أهل بعشيقة وبحزاني من خلال التواصل، من خلال الدراسة، من خلال التعليم، من خلال جامعة الموصل تقدم لهم دائما هاي الخدمات، واستقبال أبناء بلدة بعشيقة وبحزاني وبقية القرى التابعة لها للدراسة في جامعة نينوى وفي جامعة الموصل وفي كل جامعات العراق. نعم أشكرك دكتور، اليوم يعني حقيقة استمتعنا جدا، طلعنا على الجبل وفتنا بالعوجات القديمة بلدة بحزاني، وجولنا أيضا بالأسواق، وسع في غابات الزيتون. ما أحسنت، أجمل مدينة بالعراق في زراعة الزيتون هي. ولهذا نطيق نقول قبل ما ننهي، نطيق نقول أنه بعشيقة تمتلك نفط أخضر. نفط أخضر، نفط أخضر اللي هو الزيتون، اللي هو ممكن أن يشكل ثروة حقيقية تخدم أبناء المدينة. وقبل أن أنهي دكتور، كلمة من عندك صغيري، أش يحتاج هذا النفط الأخضر والصناعات اللي ذكرتها؟ والله يعني أؤكد على هاي المسألة مرة أخرى، ناحية بعشيقة لها إمكانيات اقتصادية هامة، بالإمكان الاستثمار الأفضل زراعيا صناعيا وسياحيا، تتطور هذه البلدة وأيضا تساعد غيرها من القرى والبلدات على التطور. إذن أحبتي المشاهدين، طبعا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. طبعا كانت الجولة في منطقة بحشيقة وبحزاني، مثل ما ذكر الدكتور أعطاها تسمية بلدة النفط الأخضر. انتظرونا في لقاء آخر وحلقة ثانية. تقبل تحيات الدكتور محمود صالح وتحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.